بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله حنكمل اللي بلشنا فيه بمحاضرة خرسانة مسلحة قبل العطلة. آخر لكتشر وقفنا عندها كانت رقم 7، حكينا عن الألتيميت والنومينال مومنت. إذا متذكرين حكينا عن توزيع الإجهادات الأكتوال الحقيقي والإكوفلنت اللي اقترحه العالم وتني، ولاحظنا بفيجر 1 بال 3D طريقة توزيع الإجهادات الكومبريشن ان كونكريت وتنشن ان ستيل. وبرضو كمان حكينا عن بيتا 1 اللي بنحول فيها الدبس من الوتني بلوك للأكتوال، أو بالعكس من الأكتوال للوتني بلوك. برضو كمان إذا متذكرين حكينا طريقة حساب النومينال مومنت، اتفقنا أنه النومينال مومنت أكبر بكثير من الكراكينج مومنت، والسبب حكينا أن الكراكينج مومنت تأثيره جاي من الخرسانة فقط، بينما النومينال من تأثير الكومبريشن بالخرسانة والتنشن بحديد التسليح. حكينا أنه من خلال نطلع التنشن فورس طلعنا الكومبريشن فورس، سويناهم ببعضهم طلعنا قيمة A، بعدين طلعنا الارم وحسبنا النومينال مومنت. وإذا متذكرين حلينا هذا الإكزامل بالمحاضر، وحكينا لكم هذا هوم وورك أو كلاس وورك حسب ما أذكر. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل ونحكي بموضوع لكتشر 8، Modes of Flexural Failure and Ultimate Moment Strength. قبل لا نبلش فيها خلينا نحكي معلومات بسيطة نتذكر. اليوم إن شاء الله بمحاضرة لكتشر 8 حنكمل عن Modes of Flexural Failure and Ultimate Moment Strength. قبل لا نبلش بالموضوع بالتفصيل خلينا نحكي معلومات بسيطة نراجعكم فيها. أنا دائما برسم لكم على اللوحة مخطط بحكي لكم إنه الآر سي بيم أو أي عنصر إنشائي فلكشر. إيش يعني فلكشر؟ يعني بقاوم عزوم دوران، يعني ممكن كمان تكون عندنا سلاب. في عندنا عدة أمثلة بس إحنا مهتمين بالآر سي بيم والسلاب. الآر سي بيم تتكون من تو ماتيريالز اللي هي الكونكريت الخرسانة والستيل حديد التسليح. عشان يصير عندنا فيلير بالآر سي بيم ككل، إما بيكون مصدر هذا الفيلير الكونكريت أو مصدر هذا الفيلير حديد التسليح أو الاثنين بالتزامن. واتفقنا حالة الفيلير بالتزامن بمعنى أنه صار عندي حديد التسليح وصل للييلدينج وصار عندي كراشينج بالكونكريت بنفس اللحظة، هي حالة نظرية الهدف منها اشتقاق القوانين والمعادلات. عبرنا عن فشل الخرسانة من خلال السترين كراشينج اللي قيمته 0.003، بينما فشل حديد التسليح من خلال إجهاد الخضوع أو المطاوعة اللي قيمتها إبسيلون واي، بنحسبها من خلال السترينث أوف ستيل على الموديلاس أوف إلاستيسيتي إذا متذكرين قيمته 200,000 ميجا باسكال. برضو اتفقنا إنه فشل الكونكريت is a brittle failure، بالمقابل فشل الستيل هو ductile failure. نتذكر شو يعني brittle؟ brittle failure، sudden failure، small deflection، no warning، هو فشل يحدث بشكل مفاجئ، لا يعطي تشوهات ملاحظة ولا يعطي مطاوعات ملاحظة بالعين، فبالتالي ما بيعطيني تحذير. بالمقابل على النقيض منه الدكتايل فيلير، large noticeable deformations or deflections، بيعطيني تشوهات قيمتها كبيرة وملاحظة، فبالتالي هذا بيعطيني مجال إني أخلي المنشأ أو المكان اللي إحنا موجودين فيه قبل لا يصير عندنا خسارات بالأرواح. هذا التعريف اللي حكيناه أول فصل. اليوم بمحاضرتنا بدنا ندخل لتعريف الدكتايل والبريتل فيلير من خلال نربطهم بنسبة حديد التسليح أو كمية حديد التسليح. شوف هنا مودز أوف فيلير، دكتايل فيلير زي ما حكينا وبريتل فيلير. دكتايل، if the amount of steel، إذا كانت كمية الحديد is low enough قليل ولكن بشكل كافي، إيش حيصير عنا؟ steel would yield، حديد التسليح حيوصل إجهاد الخضوع before، قبل لا يصير عنا مين؟ crushing of concrete. بمعنى بهاي الحالة صار strain للستيل بيساوي strain yield، وما زال strain الكونكريت عندي أقل من ال 0.003. طيب resulting into ductile failure،
in which there's large deformation. حديد التسليح صار فيه تشوه، الخرسانة لسه ما وصلت لكراشينج، بمعنى حديد التسليح وصل نيكينج، صار عندي تخثر بحديد التسليح. نيكينج يعني حشوف أنا تشوه بالبيم بهذا الشكل، تقوس، لأنه حديد التسليح صار الكروس سيكشن هون عندي أصغر، فبالتالي هذا التقوس، هذا الديفورميشن الموجود عندي بيعطيني انطباع أنه البيم على وشك أنه يصير فيها فيلير، فبالتالي هذا المقصود بكلمة الوورنينج أو التحذير. طيب النوع الثاني، if the amount of steel is high enough، كمية حديد التسليح كبيرة ولكن بشكل كافي، steel remains elastic. طيب هاي حديد، نتذكر رسمة الستريس سترين دياجرام للستيل، بنبلش لينير، بعدين عندنا سترين هاردنينج، بعدين نوصل للبيك بوينت اللي بتعطينا هنا اف يو، وهون عندنا اف واي. طيب هاي نقطة شو اذا متذكرين؟ هي نقطة الفراكتشر، الكسر، صار عندي هنا كسر بحديد التسليح. حديد التسليح ما زال عندي elastic، elastic يعني اجهادات الستيل ومطوعات الستيل أقل من إبسيلون ييلد، يعني حالة النيكينج أو التخثر اللي صار في مقطع حديد التسليح ما رح تصير عندي، فبالتالي ما حشوف التشوه أو التقوس اللي حصل عندي بالحالة الأولى، فهذا حيعطيني انطباع أنه البيم أمورها تمام. بالمقابل at the time of crushing of concrete، سترين الكونكريت عندي وصل البوينت 003. طيب وصل البوينت 003، صار عندي كراشينج بالكونكريت والستيل إلاستيك، فيلير الكونكريت أصلا هو شو نوعه؟ بريتل فيلير، فهذا بيخلي كل البيم تتصرف على إنها بريتل وبصير عندي سادن فيلير. طب ما الحد الفاصل بين الدكتاي والبريتل فيلير؟ الأول مرة حكالي amount of steel is low enough، مرة ثانية حكالي أو الحالة الثانية حكالي amount of steel is high enough. احنا عبرنا اول الفصل عن كمية حديد التسليح من خلال اللي هي شو سميناها؟ رو، نسبة حديد التسليح اللي كنا نطلعها من خلال قسمة مساحة حديد التسليح على المساحة الفعالة، area of steel على effective area. طيب low enough معناته في عندي حد ادنى، high enough معناته في عندي حد اعلى، فبالتالي عشان اضمن انه البيهيفير يكون عندي ككل دكتايل، لازم نسبة حديد التسليح تكون أكبر أو تساوي الحد الأدنى، أقل أو تساوي الحد الأعلى. إذا حطيت هاي النسبة بالمقطع فأنا بضمن إنه يكون عندنا دكتايل مود أوف فيلير.